الدرس الأول من تصميم استيكر. عمل جديد، اختار المقاييس 4000 4000، واختار الشفافية للخلفية، وهذا المقاييس لأبعاد التصميم للاستيكر، ولازم يكون بيكسل زي ما انتم شايفين كده. لاختيار وضع الخلفية الشفافة ندخل على هذا الخيار ونختار الشفافية، نخليها الألوان زيرو. تمام، دلوقتي الوضع الخلفية شفافة، ومن الأسفل هنختار قائمة صورة أو كتابة، أضغط على أيقونة زايد واختار قائمة الصور، ومن خلال هذا الترس أقوم بتحديد هذا العلامتين للحفاظ على نسبة العرض والطول المناسب مع الخلفية، وبكده نكون مهيئين للعمل بطريقة سليمة. ونختار الهيكل للحافلة والخلفية وحجم وأبعاد الصورة مناسبة مع الهيكل. هذا هو الهيكل بعد إذ قمنا بتحرير الأبعاد، وأضغط على أيقونة زايد وأختار هذا المرة طبقة، أدخل على تباين لضبط إعدادات الطبقة، ومن هنا بعمل تحرير للطبقة وأخليها لون أبيض، وأشبع اللون من خلال ملي الباور للآخر كده، أملى الباور وأختار الوضع الأبيض طبعا، وأختار الشفافية زيرو، يعني أملى الباور للآخر. وهذه الطبقة أحدد بها جميع الشغل كده، أملى بها الفراغ كله، وهنفتح الطبقات وهنزل بيها لتحت كده زي ما انتم شايفين. واضغط على علامة الصح من هنا، ثم ادخل على خصائص حذف، واعمل زوم للشغل كده، واختار العصا السحرية، واختار قوة التفاوت على 16، وهذا تكون قوة الحذف للعصا السحرية. وأبدأ بتفريغ القالب وتفريغ للزجاج بطريقة سلسة وبطريقة سليمة 100%. ومن هذا الاختيار أقوم بتحريك التصميم لا تمكن من الجزء الأعلى، أعمل تفريغ لأماكن الزجاج زي ما أنتم شايفين كده، وبعد انتهائي من التفريغ للزجاج أضغط على المربع هذا وأضغط على علامة الصح، ثم أضغط على أيقونة التنزيل، ثم أختار صيغة SD، أختار له أي اسم عشان ما يعملش استبدال للهيكل، وأضغط على حفظ، ثم أنتقل إلى تطبيق بيكسل أب. وهذا التطبيق له خصائص عديدة، وبإمكانه إنشاء استيكر وإنشاء أشياء أخرى كثيرة، ولكن أنا هحتاج بتلوين العمل فقط. وبعد إدراج التصميم إلى التطبيق أدخل على هذا الأيقونة وأملأ الخلفية بالتصميم وأختار خيارات التلوين لتلوين التصميم، ومن هنا أفتح خيارات للألوان وأختار لون معين، وبعد ما اختار لون معين احفظ اللون وكذا، يبقى البرنامج ده اخترت بيه اللون بس، يعني ممكن استغنى عنه يعني، لكن شغلنا كله بمحرر الصور. اختار حفظ دقة فائقة الدقة وجودة عالية، بعد كده ارجع لبرنامج تحرير الصور واختار التصميم اللي انا قمت بتلوينه،
بحيث ان انا اشتغل في شغل تفريم الزجاج واقسم الضلوع والهيكل للسيارة. بعد تلوين التصميم واختياره اضغط على هذا الترس واتأكد من التحديد الحجم والطول واختار الهيكل لإظهار الضلوع للسيارة. زي ما انتم شايفين ظهرت معايا الضلوع والتقسيمات اللي موجودة في الحافلة محاكي حافلات اندونيسية. زي ما انتم شايفين الفرق كده. قمنا بتلوين الستيكر وكمان اظهرنا التقسيمات. هجيب دور جديد واختار اسود والاعلى هيبقى ابيض عشان اصنع الزجاج بطريقة احترافية. تابعوا معايا الطريقة. وبعد التظبيط للطبقة أنزل بها للأسفل تبقى الطبقة في الخلفية وهتظهر بهذا الطريقة كأنه زجاج وله تأثير الشمس اللي هو اللي انتم شايفينه كده اهو. أدوس على تكرير أكرر عشان أشتغل على الجنب الثاني. بعد كده افتح الطبقات واقفل من خلال القفل ده اقفل واروح نازل بالطبقة تحت هتبقى في الخلفية برضو زي ما انتم شايفين كده. واختار طبقة تاني برضو للزجاج اللي في الخلف. وهذا المرة هدخل واعمل طبقة ولكن هغير اللون واختار الشفافية بحيث ان الطبقة تبقى كتفييم للزجاج الامامي للحافلة. اخذ نفس الرقم بتاع اللون اللي في الاسفل واحط في نفس هذا بالشكل هيديني بنفس اللون ونفس درجة اللون. اخش على الشفافية اختار هذا النسبة هيطلع معايا بالشكل ده. ادخل تاني اني اغير من الشكل اجيب شكل مثلث زي ما انتم شايفين كده. هدي تفييم للزجاج اللي بالجنب. لو ركزت معايا وركزت مع الفيديو او حضرت الفيديو مرة او اتنين هتلاقي الموضوع يعني بامر سهل بالنسبة لك. لكن لو انت اول مرة تشوف الحاجة دي كده هتفتكر ان الموضوع صعب. والله الاستيكر طريقة سهلة ممكن تفنن في اي استيكر وتنشئ استيكر من الصفر بطريقة سلسة وبطريقة جميلة جدا وفي النهاية يطلع جودة عالية. هذا البرنامج بيحتوي على جميع انواع الخصائص المرنة وبتصمم به اي تصميم يكون في دماغك مش شرط استيكر بس. وياريت ان انت تركز في الفيديو معايا وهتستفاد بحاجات اكتر واكتر. من خلال تركيزك في الفيديو هتفهم الخطوات وهتعرف كام خطوة يفيدوك في اي استيكر. وبالنسبة للبرنامج ده إمكانياته كبيرة جدا مع إنه برنامج يعني تطبيق يعني ما بشيلش مساحة كبيرة في الجهاز وخفيف ومرن
ولكن به خصائص عديدة وخصائص يعني ممكن تصمم به أي شيء، يعني اعتبر معك فوتوشوب وإمكانيات عالية، وبيديك استيكر أو كسوة للحافلة بجودة عالية، يعتبر 3D. يعني انت بتحفظ العمل وبتحفظ التصميم بتاعك بجودة عالية الدقة. زي ما انت شايفين انا بختار الطبقات للزجاج وبتحكم في الشفافية وبعمل تفييم للزجاج وبرسم زي ما انا عايز. ليه؟ ان انا خلاص يعني بينت الضلوع وبينت هيئة الكسوة من خلال الهيكل وبنيت عليه اسس، وبعد كده اشكله زي ما انا عايز. هنعمل ان شاء الله دورة تدريبية لانشاء الاستيكر. هذا الفيديو خاص بالاستيكر وبتلوين الهيكل وبناء الضلوع والتقسيمات بالنسبة للحافلات، ولكن هنعمل بعد كده ازاي تكتب بطريقة احترافية على الاستيكر وازاي تحذف الكتابة من غير ما تغير شكل اللون اللي في الخلفية. وان شاء الله على قد ما اقدر احاول ان انا اوضح لكم في الشروحات. انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اوضح الخطوات، ولكن وقت الفيديو طويل شوية، عشان كده احنا هنعمل دورة تدريبية او شروحات على فترات متوالية. يعني كل فترة هوريكم خاصية في البرنامج ده، لان برنامج خصائصه كبيرة. زي ما انتم شايفين الازاز بطريقة احترافية وجميل ومنسق، وانت ممكن من خلال البرنامج ده توصل لمرحلة انك اي شكل تنقله تصميم، يعني اي صورة هتجيبها لاي حافلة تاخد الايمج منها وهتحط الايمج عندك وهتبني عليه الالوان وتجيب كطبق الاصل تخلي اللعبة حافلة مثل الحقيقة. يعني لو صورت اي باز هتجيب صورة وهتبني عليها كأنها هيكل، هتبني عليها الوانك وهتشكل وتكتب عليها اسمك وتحط عليها صورك، تحط عليها زي ما انت حابب، هتعمل شكل مناسب ليك والشكل اللي يريحك. وانا هسيب لكم رابط للادوات دي، زي ما انتم شايفين كده ادوات بالنسبة لتصميم الاستيكر بطريقة احترافية. هسيب لكم رابط لجميع المحتويات اللي انا يعني استعملتها في هذا الشرح في اسفل الفيديو.